بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الاعزاء عبر قنوات بي ان سبورتس. التغطيه مستمره عبر للدوريات المختلفه، هذه المره البريمير ليج، حيث سنكون معكم في مواجهه واحده في اليوم. ولكن قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي ان اعرفكم بشركائي نجوم التحليل في قنوات بي ان سبورتس. دكتور طارق الجلاهمه، كابتن محمد ابو تريكه، مساء الخير كباتن. اهلا بك طارق، اهلا وسهلا، حياكم الله. دعونا نتعرف معكم اولا على المباريات التي ستكون حاضره عبر قنوات بي ان سبورت، وتحديدا في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث ستشاهدون اليوم مشاهدينا الكرام مجموعه من المواجهات، جزء منها لتحديد مراكز هامه، حيث مانشستر سيتي امام ساوثهامبتون، استون فيلا امام بورموث، برايتون ولفرهامبتون، برينتفورد ابسويتش تاون. كل هذه المباريات في تمام الساعه 5 مساء بتوقيت مكه المكرمه. اما ايفرتون امام فولام في تمام 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وهذا هو الكلاسيكو الكبير مشاهدينا الأعزاء والمنتظر، والذي يتصادف أيضا بأن الريال وبرشلونة يقدمان مستوى كبيرا في دوري أبطال أوروبا وفي أيضا الدوري الأسباني بتمام 10:00 بتوقيت مكة. هل الكفة متعادلة 50-50؟ مثل هذه المباريات في الديربي الكلاسيكو صعب جدا أن ترجح كفة فريق على آخر، لأنها ليس فقط فنية إنما أيضا عوامل نفسية وعوامل ذهنية بالنسبة للفريقين. برشلونة يمر في أفضل حالاته مع فليك، قدم مباراة رائعة جدا، ومؤخرا أمام البايرن قدم مباراة كبيرة هجوميا، عنده عناصر ممتازة، هناك جيل قادم شاب لبرشلونة يبشر في أن كرة القدم ما زالت تنتج هناك في اللامسية في برشلونة. في المقابل لما نشاهد تألق يعني رافينيا اللي يعتبر بوجهة نظري اللاعب الأفضل بالليغا لغاية الآن ككابتن وكقائد وكهداف، وكأن برشلونة تعاقد مع لاعب مختلف هذا الموسم، تشعر أن الفريق هناك في حالة ممتازة جدا، الأجواء صحية، أجواء نجاح، أجواء أيضا نتائج إيجابية بالنسبة لبرشلونة. نعم، كرة القدم لا تعترف بهذا الشيء، تعترف في من هو يقدم ويفوز ويستغل الأخطاء في عالم كرة القدم، لكن لا ننسى ولا نغفل عن المنافس ريال مدريد، سيد أوروبا في الشامبيونز ليج. نعم لا يمر بأفضل حالاته، نعم هناك في انقسام ما بين هناك من مقتنع هناك غير مقتنع بأداء ريال مدريد، انتقادات قد تكون للسيد أنشيلوتي، وأيضا هناك في نوع من عدم الرضا، لكن نعم. في المقابل هو يفوز، فيعني هو المحطة الأخيرة اللي هي تفصل ما بين أنت قد تكون مقتنع أو غير مقتنع هو الفوز، ومؤخرا فوز في مباراة أمام دورتموند. فالموعد موعد كرة قدم جميلة بإذن الله 10:00 إن شاء الله تعالى. ذكر الدكتور طارق عندما تحدث عن برشلونة الأسماء الموجودة في برشلونة المميزة، بالمقابل أيضا هناك أسماء كبيرة ومميزة في الريال، عشان كده الكفة طارق 50-50. كلاسيكو الأرض، كلاسيكو منتظر، الاثنين عندهم نجوم كبار يقدروا يحسموا المباريات، فجاي بالمباراة وكلاسيكو بزخم فني كبير، لأن الفريقين في أحسن فتراتهم، سواء فورمة نفسية، فورمة بدنية، فورمة فنية. أنا منتظر بقى كليان، لأن ده أول كلاسيكو ليه، ودايما الكلاسيكو بيبقى أمور مختلفة ومباراة مختلفة. وبعد تألق فينيسيوس مباراة دورتموند وتسجيله الهاتريك، جه الضربة على كليان يقول أنا موجود. نعم. أي نعم فينيسيوس بيسجل هاتريك وعنده كرة ذهبية هياخدها يوم الاثنين، لأنما أنا ما جاي موجود، أنا إضافة، أنا نجم كبير، أقدر أحسم مثل هذه المباراة. فأعتقد أن النهاردة كليان هيبقى له دور كبير، بيلينجهام له دور كبير. نعم. برشلونة جماعيا وفرديا عنده رافينيا، عنده ليفا، عنده يامال، عنده بدري، فأعتقد إحنا موعدين بمباراة كرة كبيرة فنية. الاثنين عاوزين يكسبوا، صحيح، هتلاقي المباراه مفتوحه، الاثنين عندهم اخطاء دفاعيه، عشان كده المهاجمين هيبقى لهم دور كبير في حسم مثل هذه المباريات. مين اقرب للفوز سريعا؟ انا متوقع تعادل. تعادل دكتور؟ انا اتوقع برشلونه. برشلونه، نعم، اصلا قال المخرج سعد سلمان قبلك برشلونه. ما اعرف هل هي مقصوده ملعوبه متفق عليها. على العموم شاهدنا تدري ليش قالها؟ اي سعد لاعب مدافع شرس، صحيح المدافع الشرس يعتمد على نوع على نقطتين مهمه في عالم كره القدم، قوته والتحاماته، والجانب الثاني هو التوقع.
ايوه ان مدافع يتوقع حركه بحس اللاعب يعني. اي طبعا بالمناسبه بمناسبه كابتن سعد أي. يعني كمخرج وكقائد لهذا الاستديو اي توقع هذا الشيء اي بالمناسبه وتوقع منه صحيح. أنت في محل أنا قائد وكابتن نادي قطر والمنتخب صحيح صحيح الحين هذا الكلام هذا اللي قاعد تقوله عن سعد ايه؟ سلمان فسخ الفنيلة وطلع برا الاستوديو الحين بيروح يلعب ايه طلع وعلى طار وعلى فكرة وعلى طار المدافعين كابتن وائل جمعة يقول أن المهاجمون يجلبون المبيعات والمدافعون يجلبون البطولات عند الروميتني قول له مين اللي كان بيجيب لك البطولات عادوا صدق المفروض هذه يعني لما يكتب يحط بين قوسين محمد بوتريك محمد الرميت ماله هو يجيب له البطوله ذاك نعم المدافعين ما يستغنى عنهم بس البطولات يجيب المهاجمين ممتاز دعونا نقترب اكثر مشاهده للاعزاء من الدوري الانجليزي ممتاز والمباراه التي سنكون معكم حاضرين فيها في هذه الفتره اخذ نقطه واحده من الحديث اللي تحدث فيه بعد المباراه وقال قلت للاعبتي او للاعبين اذا ما اردنا ان نخسر بطريقة مختلفة هذه المرة فعلينا أن نقدم مباراة جيدة وهو ما حصل عليه طبعا هو من ناحية الأداء أنا أشوف أن هذه يمكن من أفضل المباريات بالنسبة لي لساوثهامبتون على مستوى النتيجة لا طبعا ساوثهامبتون كان بحاجة أن يقدم على الأقل أن يعود بنقطة ولكن أن يخسر بفارق هدف وبهذا الأداء أعتقد هذه دفعة للفريق على صحيح. مستوى الجانب النفسي والذهني المباراة القادمة حاجز الأربعين نقطة يجب أن يكون موجود إن أراد أي فريق البقاء في البريمير ليج وقد يكون دون ذلك لكنه بحاجة لتحسين فريق في المرحلة القادمة لكن في المقابل يعني سيتي أصبح يفوز 1-0 2-1 2-0 3-2 ما في الأرقام الكبيرة اللي كنا نشوفها مثل في السابق اللي 5 و6 و7 ما هي موجودة لأن الفريق عنده نقص بعض العناصر اللي يعتمد عليها الفريق يمر في مرحلة الضغط المباريات صحيح. دخول تشامبيونز ليج على دوري على الكأس على مشاركة اللاعبين مع المنتخبات كل هذه الأمور تؤثر على في أداء نعم. الفريق ممتاز هذا ما لدينا مشاهدنا الأعزاء في البريمير ليج وأيضا ببقية المباريات الخاصة أيضا بالبطولات الأوروبية وبانتظار أيضا الكلاسيكو القادم بين برشلونة ريال مدريد وسنلتقيكم إن شاء الله في استعداد تحليلية قادمة تبقى لي أن أشكر محللي قناة بين سبورت دكتور طارق الجلامة محمد البوتريكا لسه مصر على التعادل السلبي أو تعادل بين برشلونة وريال مدريد تعادل يا عم دي برشلونة ريال مدريد ما بغيرش كلامي زي الفاق الأردني طيب نلتقيكم إن شاء الله في استوديوهات تحليلية قادمة مشاهدنا الأعزاء وهذه أو تقبلوا تحيات فريق العمل مع السلامة